لا امبوسيبل. اي نعم سبور على الراديو مسك، كيما اطربناكم بالموسيقى باش نعيشوكم عالم الرياضه من الاثنين للجمعه من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم قياده اسلام المدب، وين تلقاو تحاليل موضوعيه اكتواليتي حوارات ونقاشات. راديو مسك، احنا الموسيقى واحنا سبور. زاده رجعنا من جديد في سبور ميكس، نكملوا نحكيوا على الترجي التونسي. مجدة، حبيت ترد على كلام اللي قاله احمد صالح قبل في بسرعه بالله، خاطر ما سمعناش الاولاد. تحب تسمع الاولاد ولا نرد عليه انا قبل؟ اي انت عندك. لا والله ما نستغربش، انا نعرفه ديما يتحامل على الترجي، مش من طورة. لا حتى رايه ما نقولش قبل. لا رايه انا كوش عليه، مش غلط حتى حد كوش عليه، مش في المقابله كي يحكي يقول الاسبيرانس ماليش لعب فيها، معناها يحكي ما عندك كوش عليه ما تفرجش فيها في كل شيء. والله نوع من التحليل هذا هو اللي لا 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 اسمع، لا 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 انت الترجي احنا قلنا شنو ذنب الترجي؟ جاء فريق ضعيف، احنا عملنا جمعيه ولا عملنا الترجي الاسبيرانس عليها فيناليست تاع الشامبيونز ليغ، عملناه تحكي عليها هذيا، عملناه فيناليست تاع الشامبيونز ليغ، دونك تحكي على الجمعيه على اللعبه فينال وباقي تنقط فيها. ما نحبوش توصل فينال، نحبو توصل فينال وتاخذ الشامبيونز ليغ. وهذا اربعة تهز الخامس، تهز تصبر شويه. لا خلينا نكمل. كملت وما زلت. لا معناها كي تكون فماش لاعب، فماش تنويع في اللعب، وكنا عملناه لان قلت نلعبوا في ترانزيسيون ونربحوا كان واحد بلاش بالسيف. المرة هذه تحس الاسبيرانس معناتها متحرى اكثر، معنا لاتاك بلاسي، ناس تبدل المراكز، بوشنيبا يطلع، بن حميده طلع اليسار، معناها تنويع في اللعب. هذا كله شنو هذا؟ هذه فما خدمه نتاع مدرب، وفما ملاعبيه مش تلعب الاسبيرانس على 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 البلايلي، سي با فري. الاسبيرانس ساس يلعب في الدور نتاعو، تقى نفس الشيء، روجي الناس كل تلعب وتكون. اليوم ممكن مشكل على المستوى الهجوم، مازال لافونسونت مازال ما قيناش، ممكن ان شاء الله يرجع رودريغيز، ممكن تولي اسبيرانس معناتها اقوى من تو. مروان، خليني ناخذ رايك. حكى احمد على بلادي، ظهر يلعب ضده وانت بلادي وتعرف، ويفرق ملاعب كيما هكا في الهجوم. اكيد اسلام، الحقيقه البلايلي البارح اللي كانت تنقص الترجي عملناه، واللي هو كجوارك اللي يعمل ديفيرنس في ليكيب، ورينا اللي توجدوا بان نتاع نتاع كاليتي نتاع ملاعب يظل ما نقصش، خاطر ملاعب يبدا تكنيك مو قوي معناتها في اللاج نتاعو باش تلقاه معناتها موجود. ذاك اللي قام معناتها اللي صار البارح مع البلايلي ذول قيمه ثابته. نعرفوا البلايلي اليوم معناتها زايد في البوا بارابور مش البلايلي نتاع قبل، مي تبقى ذولك زايد في الميزان موجود، فما زايد في الميزان. ممكن البلايلي كان جاي اكثر طايح في الميزان يعمل خير من هكاك، خاطر شاهدنا البلايلي ذولي ممكن الكونسيني نتاع المدرب اللي خاطر البلايلي ما شاهدناهوش في ريكوبيراسيون مع بن حميده. ذولي البلايلي كي ضيع كره يقف مريناهوش، حتى ترجع بالستاتستيك تلقى البلايلي ما عملش حتى خطوه لتالي من بعد ورا السونتر. ممكن مازال ماهوش حاضر فيزيكمون، مي ديما يقعد البلايلي تكنيكمون ملعبي برشا. بون على الماتش نتاع البارح، الحقيقه ماهوش الكاليبر اللي حاجتها به الاسبيرونس، مي تبارك فما حاجات ايجابيه اللي كانوا الترجي بارابور العمناوي اللي ذولي ساس لقى راحته مع البلايلي. رينا كيفاش ساس معناتها كاين ويلعب شيخ في الكوره مع البلايلي، كي تلقى زوز ملعبيه هكاك يعطيوك الفارق كما قلت لك بارابور العمناوي. مي تبقى الحاجه الخايبه اللي البارح اللي كونوا كيفاش الحقيقه مع الفريق هذاك متواضع. ممكن اخيب حاجه خرجت مباراه البارح اللي هي غلط ميميش، الحقيقه الناس كل اللي تحكي عليها بون اسافوار معناتها الملاعب اليوم في تونس الاسلام راي الميديا قاعده تضر في برشا ملاعبيه. ملاعب صغير اليوم عطا سيزون صحيح برافو، قاعد ان شاء الله معناتها لونتوراج اللي بيه عنده بو يظل اليه بيه، مي تبقى الميديا نسيسو شويه على الملاعبيه. راك شفت يامين يامار 16 سنه يظل بعد كوب دوروب حتى حد تو يحكي عليه، خاطر علاش؟ يقول لك مازال ما عطاه شيء. ان شاء الله يستفيد منها، خاطر اليوم برشا عباد تحكي يقول لك غلطه ما عادش باش يعاودها. اسافوار الملاعبي كيفاش في مخه نهار اخر، راهو اليوم تنجم تنجح الغلطه هذه وتنجم راهي ما تنجحش. اسافوار راك شفت انت صادق الدبشي كي غلط ما سامحوهوش، صدق الدبشي كي غلط ما سامحوهوش. يظهر لي معناتها ان شاء الله نحن اليوم الحارس الاول نتاع المنتخب، ان شاء الله ما يعاودش يكررها، مستقبل مازال قدامه ويحط ساقي على القاع، خاطر اليوم برشا عباد راهي انا نعرف وكم لاعب وعشتهم التجارب هذيا، يسكر وذنيه ويخدم على روحه. اليوم راهي الميديا عادي يطلعك عادي تهبطك، ما يتبقى اليوم صحيح الترجي قام بانتدابات ما نجمش نقول جيده بارابور العمر اللي عامل اللي كيما نقولوا الاعمار اللي قامت بهم انتداب بارابور. اليوم تسمع الفريق ما نغزرش كبروجي سبورتيف، ديما الترجي كل عام تحب تجيب 10 ملاعبيه،
وهذا يضر ما تعرف هذا الانديه الكل مش كان الترجي لا لا مش انديه الكل اليوم برافو الانديه الكل جايبه 10 تاخذ اليوم من ناحيه الانديه الكل جايبه 10 و12 خليني نحكي لك حاجه سليم كي تحب تاخذ اليوم نغزر فيزافي نتاعي النادي الافريقي مثلا انا اليوم بارابور باحترامي تقول شكرت لك الملاعبي البلايلي ككاليتي تكنيك معناتها ملاعبي برشا وشفنا الملاعبي في بارابور ثلاث سنين الاخرانيين كل جمعيه عادي فيها 6 اشهر السفوار مع الترجي كيف شو يولي اليوم كي نحكيو انا اليوم كي نحل نلقى في تبارك الله معناتها من المطار وهو جاي سيكوريتي تحل فيسبوك تلقى البلايلي تحل فيسبوك إيه اسم كبير جاي لتونس لا عاد العادي على ما عملوش العايد الحمروني هاك شنو البلاي؟ شبي ما قعدش في المولدية في المولدية عطيني نتسائل برابور هم نحكي لك شبيك تناقض ما تدخل ملاعبي كبير لا لا نحكيه لا نحكي كبروجي سبورتيف كبروجي سبورتيف هو يحكي على مدة العقد يحكي على المدة نتاع العقد أي ملاعبي كبير نحكي لك كل ما تمشي له من المطار أنا قلت لك كان يتم ملاعبي نحكيه نحن نحكي كبروجي سبورتيف نحكيش اليوم باهي معاك باهي اليوم الترجي لو فرضنا ما تنسى الشامبيونز ليغ شنو ربحها من البلايلي شنو ربحها من البلايلي شنو اضافه كبيره شوف شنو باش تستفاد منه الترجي تستفاد منه في الماتشات قد قعدت تستفاد وكيف ما تنجحش اليوم انت الشامبيونز ليغ هكاك تعملها الجمعيات الكل روح على روحه هكاك الجمعيات الكل مش كان انا بارابور انا مثلا بار اكزومبل ياخذ الخضراوي وتتفرجوا في الخضراوي باش يعمل كيما نقولوا باركور نتاع اسرار في جي صغير من النادي الافريقي باش يمشي يلعب لبرا انا بيرسونيل مو باحتراماتي للترجي باش ما يقولوش كره ناخذ الخضراوي وما نجيبش البلايلي علاش الخضراوي اربع اي بيان سو انا نربح منه كامل يا اللي جايب دو شامبيونز ليغ وحده ليسبيرونس جايب دو شامبيونز ليغ والخضراوي خبز ما لعبش حتى اشتراها مروان مروان انقد من لعبيه كل نتاع الترجي الا البلايلي لاعبي يسمع فارق لاعبي كاليتي هذه نوعيه كاليتي باش تحكي عليه الترجي باش تعمل ديفيرونس مروان خسرت الملاعب الغالب انا الفيزا في نتاعي نجيب الخضراوي ما نجيبش البلايلي الخضراوي بالبلايلي خضراوي مش مش انا الخضراوي انا الخضراوي نستفيد منه كرويا واليوم حتى في الاوروب اعطيني جمعيه اليوم في الاوروب هاو نحكوا الناس الكل وكان لازم ما عادش تحب نجيب البرنامج هذايا كانت تكذبوني اعطيني فريق في الاوروب كيما الريال وكيما السيتي جابت عملت انتداب جوار فوق العشرين سنة السيتي جابت غوندوغان تو يا ودي اسمعني اعطيني تو اي تو غوندوغان اعطيني فوق العشرين في غوندوغان تحكي لي على اسم كبير انت عايش كبير حتى بلاي اسم كبير في تونس اسم كبير ايش بي ما قعدش في الجزائر باهي باهي علاه سيبته المولديه رجال ترجي خاطر يعني سيبته هي هو مشى كانوا يحكيوا على صفقه البلاي مع مروان مين احكيوا اسمعني كبروجي سبورتيف اليوم البلاي ليش معطيك على عام واثنين اما توفى كاريرو يعني حتى خمسة سنين البلاي مسح وحده في البطولة بتاع تونس يلعب خمسة سنين كاليتي مش شوية اخوي اليوم شبي ما تمتش استدعاوا للمنتخب المنتخب الجزائري يرجع يرجع باهي سمعني في العام هكا ما عادش سيزون باهي في المبدأ عملوا في الجزائر مروان عادش سيزون كبير شبي السيم مش متفوش في المنتخب الجزائري يا مروان خاطر عقلية اليوم ما عادش نسمع كي نحكيو على الشبان يا مروان انا حكيني على الشبان الفكرة بتاعتي ليش قاعد خلط في الامور بغداد بنجاح في المنتخب بغداد بنجاح البلايلي ما كانش المنتخب ما كانش يلعب معناها توا جاي يلعب توا جاي شفت البوازيت البلايلي شفتوا في البوازيت في البلايلي اليوم المنتخبات راهي قاعده تلعب في الجو كونتر دي ولا برا حاسب مرة بوا ولا برا مش مع بعض انت لا بروف مش قاعد يرجع يفك ومش قاعد يجري اليوم صحيح اسمع ساعات البوت بالك قلت له اعطيتي كونسي ما يرجعش هذا فكري يا اسلام سمح دقيقه برك انت اليوم الفريق الاسباني هاز كوب دوروب بزوز ملاعبيه ويليامس ويامين يامال زوز ملاعبيه هذيا ما تفوتش عمرها 32 سنه في زوز معناتها نحكي لك ريال مدريد وريال مدريد هزتها بمودريتش وهزتها بتوني كروس ما هوش لوبير لا 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 نحكي لك اليوم الكره العصريه اليوم لي جو لي جو اعطي فرصه لي جو اسمعني اكشف الملعب التونسي قديده وريحته كيفاش جابوا اسمعني مروان معناها مش لوبير معناها فما تنجم انت من عمنا ولا رايك هذا فما ملاعب كبير يعطيكم ملاعب صغير يعطيك المهم شكون يعطيك خلينا نسمعوا الاستاذ ما تكلمش تكلمت قاعد نتفرج في العركه سيرتو سيد احمد بعد الكونسين اللي عطاها لنا على الحياديه انطلق على بركه الله قلت حتى شيء قلت لك انطلق على بركه الله شوف ايش نقول لك المباراه نتاع الترجي الرياضي انا جوان لصالحي في حاجه اني ماهيش روبير لانه الفريق المنافس هو فريق ضعيف
وحتى اللعبه معناتها بالرغم اللي الترجي على الورق خارج الميدان لكن يلعب في التيران نتاعو قدام جمهوره، دونك على الورق معناتها مباراه ماهيش روبير. ثم رايي الخاص ثم بعض المؤشرات اللي تقول انه معناتها ثم تحسن بقدوم البلايلي الحقيقه، معناتها اسم معناتها فنيا تبقينا احمد مش صحيح راهو انه البلايلي بساق واحده ينجم يلعب في البطوله التونسيه، لا البلايلي يكمل بالريتم نتاع البواز زايد ولا معناتها ما يرجعش باش يجي وطراح، راه ماهمش كيما تروح البارح، راه باش تجيك جمعيات ماهيش كيما نتاع البارح. اون فا با فوار البلايلي يلعب براحته كيما البارح، راهو انت قلتها راهو البلايلي يلعب ضد رياضه وشغل، هذه كلمتك انت، دونك ماهوش روبير. ماتش البارح كثار متر سامحني ماهوش البلايلي عمل 3 كيلومتر البارح في الماتش، ماهوش روبير، لكن ما ماذا بيه يعمل الاسبيرونس مسؤوليها والفنيين نتاعها يعرفوا ما يصلح بهم. حاجه برك انا نحب نحكي عليها، احكي عليها مروان فيما يتعلق بالحارس من ميش، يعني خلص لك عليه مسيت شو جاوبني. تشوف شي منسوب الثقه ولا بزايد عند مميش، اوكي الناس الكل قلنا تبارك الله عليه وما شاء الله عليه، لكن الغلطه تاع منسوب ثقه زايده هذا ايش حبيت نقول انا مميش. غلطه المحيطين به، غلطه الاعلاميين وغلطه المحيطين. انا وقت اللي نسمع البارح مرياح يقول مميش احسن حارس في افريقيا نقول له كلمه واه مرياح راك قاعد تهز وتصبت وقاعد تغلط في الطفل. غلطه البارح خاطر طفل غلطوه في روحه انتر جيمي وكذا، اوكي جارديان عنده مستقبل قدامه، لكن انه يوصل انا البارح نسمع فيه مانيش مصدق. شنو مميش احسن حارس في افريقيا؟ تي جارديان تاع المروك اللي لاعب دومي فينال كوب دي مون، اللي لاعب دومي فينال كوب دي مون سالوه قال لهم قاعد نتحسن. يعني شنو مميش تجي انت البارح مرياح تقول لما معناتها فرحان ونبيل معلول قال عليه احسن مدافع في افريقيا هو حب زعما يعديها مع طاس. شوف الملاعبيه ذوما يظهروا كان في الربح، يعني راهو يعملوا ديكلاراسيونات كان في الربح، مميش في الخساره ما يظهروش راهو طفل صغير يغلطوا في الملاعبيه، راهو يغلطوا في الملاعبيه. مميش امبارح ولينا نحكيو على فيلم الشامبيونز خليه يكمل بعد خوف. مميش يلزم يحميوه من روحه دبور، وكيفاش يحميوه من روحه على منسوب الثقه هذايا؟ يحميوه من روحه بانهم يوصلوا له معلومه اللي راهو مازال يختم وراي بلاصتو ما يشير، راهو راه جارديان بشير بن سعيد راهو تنجم تحط في البنك. البارح الجمهور يلا بيان فيه باش يصفق له بور لو مورال سيتي تري بيان، لكن زادا مميش يلزمو يفهم اللي مازال ما عمل حتى شيء ويلزمو يخدم على روحه. دونك وعلى المحيطين به ان يكفوا على هذه الالقاب. شنو احسن حارس في افريقيا؟ هذا كلام تو مجدة. خلينا نسالك وبعد جاوب انت. نسالك على نقطه تكتيكيه في كاردوزو وجبد عليها شويه يا احمد الصالحي، انه الاصرار تلعب معناتها بثلاثه ملاعبيه في وسط الميدان معناتها عندهم جانب دفاعي، ما تشوفش كي نجم يبدل شويه كاردوزو وفي برشا القناعات مثلا يدخل ساس كملاعب صنع العاب ويمشي موكوينا على اليمين، ما تشوفش النقطه هذه كي نجم يبدل فيها خاصه المنافس متواضع معناتها تحب وقتك. شوف مدرب وقت يبدا عنده قناعات راه المدرب ما يجم يعرف الملاعبيه الا هو، احنا بعد عليه علاش انا نتكلم تو في السيدو سهله، اما هو اللي باش الملاعبيه من لي بريباراسيون حتى اللي ماتش ميكو، دونك يعرف كل الملاعب شنو الخصائص نتاعو. هو مشى ثقته في الدربالي خاطر عمل لي ماتش ميكو معناها لعبهم على مستوى عالي، دونك حتى الدربالي في البوزيسيون ما 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 لعب حسام تقا. المشكل ممكن دربالي وحسام تقا ما مشاوش اكثر للقدام وعاونوش برشا القدام، لكن باش عمل وقت دخل موكينا على اليمين حتى ساس في الوسط، دونك بدل على المستوى التكتيكي بدل، وممكن معناتها الجمعيه معناتها كربيرات مليح، دونك لونترونور ما عندوش عنده اون فيزيون فيكس، لازم يبدل. ممكن يجي حالات موكينا خاطر موكينا عنده بوكو دو كاليتي يلعب في ليكيب ناسيونال تاع لافريك دو سود مش من فراغ، دونك باش يجي وقت اللي ساس لازم يكون ورا باش يكون ورا المهاجم روديغيز. انا نحب نتكلم على الحارس مميش. شكري الواعر دوت سي اس اس هالساق ودخلت كرة دخلت الفيلي مثلا بيش ولا احسن حارس في افريقيا. مميش ماش صغير، مميش عنده الاكسبيريونس، لعب شامبيونز ليغ، لعب لي ماتش شفناه عمناو شعمل، دونك شعمل عمناو على المستوى معناتها الافريقي، دونك خذا الاكسبيريونس وتصير لي جاردان الكبار في اوروب شكون ما غلطش، تير ستيغن زاد كيف دخلت كره عاد ما تحتقي ناس تغلط. ليه فما عباد فما عباد تقول لك تمشي استنى نستنى فما عباد ما تصبرش اسكو مصلحها هي ما تنش عن الجليل ميميش سي اون كاليتي سور
ما عادش حتى واحد يشك فيه. دونك طفل عمل اسانسيون كبيره وخذا وبدا ياخو في ثقه في روحه. يا مجد ما قلناش العكس، ما قلناش العكس، استنى غلط. انا نحكي على المحيطين بيه، غلط المحيطين. هو انا تو يجي يقولوا لي انت احسن لاعب في افريقيا، تو دي با مني انا كان انا نتغر ولا لا؟ دونك ما ظهرليش كان ماميش باش يتغر بالكلمه هذه. لا لا الاعلام خلي يقول يحب، مريح اللي يقول يحب، هو فايده في هو شنو سمعت سلامش قالك البارح انا نعرفو ميميش نتيجه منسوب فيها زي ميميش، لاني انا قريب ياسر للترجي ونعرف ميميش. ميميش من الناس اللي ديما يقول لك انا مازلت ما وصلت حتى شيء ولازمني نخدم على روحي باش نوصل. دونك ميميش انسان حاط السقي على القاع يعرف شو يعمل. دونك الاعلام ولا مريح ولا حاجه يقولوا اللي يحبوا. دونك بالنسبه لميميش معناها ما نحكيوش عليه برشا، بقدره ربي راهو عنده اون مارج بروجيسيون كبيره برشا. ما نحكيوش عليه جمله. لا لا يا اخي انت قلت باش يتغرب، ما يتغرش ميميش. انا قلت باش يتغرب. اي معناها على اساس باش يكون احسن، ما عجبتكش انا احسن اونترنور في الفيديو. انا لومت المحيطين به، هو ما لوموش. شنو ذنبه هو؟ انا جيت. شنو ذنبه ميميش باش يقولوا عليه هو عنده ذنب؟ عنده حتى ذنب. سامحني انت ماكش تسمع فيا. اي ما عنده حتى ذنب. ماكش تسمع فيا. معناتها انا نقول احمد الصالحي ما حقوش قال جوبانتيني احسن كرونيكور، تقول لي انا شنو ذنبي؟ انا اللوم في الصالحي مانيش نلوم فيه. لا لا اللوم في الصالحي، ما يلزم هو زاد ما يقولش كلام غلط. كل شيء خاطر ما قالش احسن كرونيكور. هو كيفاش في خذ الكلمة هذيك؟ واضح هاي. باهي نمشيو فاصل قصير، بعد نرجعو نحكيو عن النادي الرياضي اسفنكسي. لكل عشاق الرياضة